السلام عليكم. في حلقة اليوم من برنامج بلوري هناخد جولة في آسيا بين كوريا الجنوبية وإيران. قبل ما نكمل القائمة حقتنا المكونة من 5 أفلام كالعادة في الولايات المتحدة، يعني اربط حزامك وينتظر إقلاع طائرة الرعب المتوجهة لبوسان. معكم محمد طارق من برنامج بلوري، وإليكم ترشيحات الأسبوع الجميلة. قبل ما نبدأ، لو أنت جديد في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات وتابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر تحديدا، دائما ترشيحات المسلسلات والأفلام بتكون هناك أسرع. ولو عايز تعرف أخبار أكثر عن كل ما يخص عالم المسلسلات والأفلام، زوروا موقعنا الإلكتروني www.scoobymax.com. جميع الرابط في الوصف أسفل الفيديو. نبدأ على بركة الله. جيسيكا جاستن بدور آني بيل، ونيكولاي كوستر AKA جيمي لانستر بدور لوكاس. قرروا يتبنوا بنات جوفري أخ لوكاس، واللي جيس وات قام بدور نيكولاي برضو، يعني نيكولاي قام بدور أخوين الاثنين. البنات مطاردات من شبح بيطلقوا عليهم ماما. حنشوف سبب مطاردة الشبح للبنات. الفيلم إنتاج سنة 2013، وبالمناسبة من إخراج أندي موشيتي الأخرج لينا إيت بيشابترين الاثنين. واحد ابريل تحديدا سنة 2010 هبدت سلسلة الرعب الشهيرة المعروفة بإنسيديوس، والمكونة من 4 أفلام آخرها عرض سنة 2018. كل الأفلام اللي في السلسلة ممتعة، أضعف واحد الثالث. أفضل أفلام السلسلة هم الأول والثاني، واللي كانوا من بطولة باتريك ويلسون المتخصص في لعب الشخصيات حقت أفلام الرعب. شفناه في أفلام رعب كثيرة زي أفلام كونجورينج أو عالم كونجورينج أنيبيل دانان، وأفلام رعب منفصلة زي إن ذا تيل جراس. بمناسبة In the Tall Grass حيكون الفيلم الثالث معانا من إنتاج سنة 2019 عن طريق نتفليكس. فيلم مثير ومشوق بيخليك على أعصابك، خصوصا في أحداث الثلث الثاني. أنصحكم بمشاهدته وخلوكم من التقييم اللي موجود عنه. Someone out there? حنغادر من أمريكا وتحديدا لآسيا، شوف السينما الإيرانية مخبية لنا في داخلها واحد من روايع أفلام الرعب الناطقة باللغة الفارسية، فيلم أندرز الشادو اللي كان مرشح لجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية في حفل الأوسكار لسنة 2016. صح الفيلم من الناحية الإنتاجية ما تربطه بإيران حاجة، بس الأحداث بتدور في حرب طهران اللي كانت في ثمانينيات القرن الماضي، عن أم وبنتها مطاردتين من قوة شريرة مشهورة المصدر. تحس إنه قصة الفيلم عبارة عن كليشيه، بس تفاصيل الفيلم مختلفة تماما عن أي حاجة شفتها. وأزيدك من الشعر بيت، الفيلم موجود على نتفليكس، يعني من الآخر قوم شوفوا. المحطة الأخيرة حتكون في آسيا برضو، لكن المرة دي الطائرة حتتوجه لبوسان. أنا عن نفسي ما حركب فيها، في ناس موجودين في قطار هناك بيقولوا في وباء حق زومبي اجتاح المدينة. واحد حيقول لي ملينا من أفلام الزومبي، أدي الفيلم ده فرصة وحتحس ترين تو بوسان مختلف تماما من ناحية التركيبة الدرامية والتشويقية والإثارة عن كل أفلام الزومبي شفتها في حياتك. الفيلم صادم صادم لدرجة إنك بتحس إنه أحداث حقيقية وما عندها أي علاقة بالتمثيل. الما شاف الفيلم ده نص عمره ضايع. Yeah.
ده كل اللي كان عندنا في برنامج بلوري الأسبوع ده. لو الحلقة عجبتكم دوسوا لايك، ولو عندكم أصحاب بيحبوا أفلام الرعب شاركوا معهم الحلقة دي. كان معكم محمد طارق من برنامج بلوري، والسلام عليكم ورحمة الله.